السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I will continue series of the Kansky Medeasy. احنا في chapter retina. عايز اقول لكم الاول كل عام وانتم بخير بمناسبة رمضان، ورمضان كريم. ربنا يعيده علينا جميعا بالخير واليمن والبركات. احنا كنا وقفنا في الساينس بتاعت الديابيتك ريتينوباثي، وهنكمل دلوقتي بقية الساينس. احنا يعني لحد ما خدنا تعتبر الالي ساينس، كنا بنتكلم عن الانيوريزم، عن الدوت هيموريج، عن الفليم شيبد هيموريج، يمكن البلوت شويه لو كان ديب كنا بنعتبره نوع من الهيموراجيك انفاكشن، واتكلمنا عن الديابيتك ماكولار اديما. هنبتدي نكمل بقى بقيه الساينس. انا لسه طبعا ما اتكلمناش شويه عن الجريدنج سيستم بتاع الديابيتك ريتينوباثي. انا سايبه الجدول اللي في كانسكي للاخر، وهقول لكم ليه السبب. علشان يتفهم لازم نخلص الساينس ونفهم الجريدنج ده جاي ازاي ويتعمل ازاي، علشان لما نقرا الجدول يبقى الدنيا سهله، مش مجرد احنا بنحفظه بس. الكوتون وول سبوتس، خلاص اللي كانوا زمان بيسموها السوفت اكزوديت، طبعا مفيش حاجه اسمها سوفت اكزوديت دلوقتي في الاوفثالمولوجي، احنا نقول كوتون وول سبوتس. هي اليمنت اوف اسكيميا بتحصل على الليفل بتاع النيرف فايبرز، خلاص سواء النيرف فايبرز دي في الريتنا او حتى ايفن احيانا بتحصل في الاوبتيك نيرف. الفكره كلها لما بيحصل انتربشنز للنيرف فايبر ميتابوليزم نتيجه الاسكيميا، نتيجه الهايبوكسيا، نتيجه اي توكسيستي، نتيجة حتى ايفن بقى مش مهم الميكانيزم دلوقتي، بس هو حصل انتربشن للميتابوليزم بتاع النيرف دوت، مفيش دلوقتي سبلاي اكسجين او جلوكوز، فبالتالي خلاص هيموت، هو مفيش ميتابوليزم. فلما يموت ايه اللي هو النيرف ده شغال ازاي؟ النيرف ده شغال ان هو بيترانسميت حاجتين، بيترانسميت الالكتريستي خلاص اللي هي دوت اللي هو الضوء اللي هيدخل العين ويتحول بقى عن طريق الفوتوكيميكال كاسكيدز الالكتريستي تروح البرين، وبيترانسميت حاجه اسمها اكزوبلازميك ماتيريالز. الاكزوبلازميك ماتيريال دي برضو حاجه من البروجينريتور المسؤوله برضو عن الاكشن بوتنشال، اللي هي الحاجات بقى اللي تشبه الماتيريالز اللي بتيجي من ميتوكوندريا وتروح وكده. والاكزوبلازميك دي اصلا معظمها ماشيه اورثوجريد، يعني ماشيه من الاوبتيك نيرف لعند البرايمري نيوكليس بتاعته اللي هي اللاتراجينيكليت بودي، وفي الريتروجريد وفي فاست وفي سلو. anyway لو حصل طبعا انتربشنز للميتابوليزم دوت، خلاص الاكزوبلازميك دي هتوقف وهتاكوميليت في النير فايبر لاير، تعمل له سوالينج. خلاص هي نفس الميكانيزم برضو هنتكلم عليها الى حد ما بتحصل في البابليديما، بس هناك الاكزوبلازميك استجنيشنز نتيجه ان البريشر عالي فامبيد ترانسفير. هنا بنتكلم عن ان الاستجنيشنز حصل للاكزوبلازميك ماتيريال نتيجه ان في هايبوكسيا او اسكيميك اليمنت. اوكي خلينا نتكلم بصيغه الاسكيميك اليمنت، هما يعني هما لحد ما ميكانيزمس متشابهين، بس التريجرنج او انيشال تريجرز مختلف في البابليديما عن الدياباتيك ريتينوباثي او عن اي اسكيميك فاسكولار ديزيزز في الريتنا. طبعا لما هتاكوميليت هتعمل سوالين وهيبقى كده عامل يشبه حتى البادز، حتى بيبقى عشان كده سموه في بتوع الباثولوجيات سموه سيستويد بادز، لان هو بيبقى يعني راوند يشبه الخليه خلاص، وبيبقى زينوفيليك في الستينز او في الهيستوباثولوجيكال سبيسمنت بتاعتهم. فهو احنا عندنا هيترجم كلينيكال بايه، مالناش دعوه بالباثولوجيست دلوقتي، احنا بالكلينيكال هيترجم عندنا ان هو في صوره وايتش ماتيريال خلاص، اللي هو السوولن اند دي يسموها سيستويد بادي، بتشاف طبعا كجلوبولار ستراكشرز الكلام ده كله. ان هل الكوتون وول سبوتس دي ممكن تختفي في يوم من الايام؟ لو الاسكيميك اليمنت او الانسلت وقف وما كناش دخلنا كده في الريفرسبل جريد في الحاجات الايرلي. على فكره كل الديزيز بتاعه الريتنا لو انت وقفت الكاسكيد بتاع الريتينوباسيس عموما حتى ايفن الجلوكوما ممكن في الايرلي بيحصل نوع من الريفرسال والهيلينج. ليه؟ لان الريتنا في الاول اللي هو سبحان الله بتبقى تحت الانسلت بتاع الكومبريشن او اسكيميا استيل فيها resistance، مش يعني هي مش بتموت فجأة الا في حالات بقى حتى السنترال ريتن ارتري اكلوجن، ده حاجه
تانية، عشان الجانجرين سيلز سنسيتيف للسيشنز اوف ذا بلاد سبلاي اللي هو الاكيوت كومبليت بتاع. لكن ده لما بيبقاش اكيوت كومبليت ده بيبقى نوع من البارشل كرونيك ريتينوباسيس. اوكي، فلو انت وقفته ممكن خلاص يحصل زي اوتولوسيس او ابوبتوزيس، وانت تبقى انجلفت باي فاجوسايتس اللي موجودين عندنا في الريتنا اللي هم زي الماكروجلايا اللي بنقول عليهم فاجوسايتس بتاعت الريتنا اسمها مايكروجلايا هنا، ويختفوا. لكن طبعا لو الكاسكيد استمرت هيكتروا، ويمكن بنشوفهم اكتر كمان مع الهايبرتنسف ريتينوباسي عشان اسكيميك انسلتس احيانا بيبقى اعلى، مش شرط طبعا، يعني كل عين وليه ظروفه. يعني ما اقدرش اقول ان الهايبرتنسف مثلا از مور اسكيميك ذان از ا ذا دايابيتيك. وهم عموما العيانين اللي هم عندهم سيستميك ديزيز بيبقوا برضو كومبلكس. يعني هو انت هتلاقي الدايابيتيك ده عنده اليمنت برضو في اثيروسكلروزيس هايبرتنشن مش عارف، خصوصا تايب 2 دول اللي بيتقال عليهم سندروم اكس. طيب خلوا بالكم ان انا بما ان في الريتن نير فايبر لاير فهتبقى سوبرفيشال، وبما انها سوبرفيشال المين بلاد فيزس بتاعتنا ماشيه في السوبر في الريتن نير فايبر لاير، عشان نبقى عارفين دي معلومه ما بتكلمش على الكابيلاري سيستم. فهي لو موجوده وبكثره يعني كتير هتوبسكيور طبعا الاندرلاين بلاد فيزس. عارفين تشبه مين؟ حاجه كده هناخدها في الكونجنتال انوميليز اللي هو المايلينيتد نير فايبر لايرز. يبقى دي حاجه غطت النير فايبر لاير، فاللي يغطي نير فايبر لايرز خلاص هيغطي غالبا الميجور بلاد فيزس بتاعت الريتنا. طبعا ده مش هينطبق مثلا على هارد اكزوديت، ولا ينطبق على الدروزن بعد كده في الناس اللي هم الايجري ريليتد ماكولار ديجنريشن. فطيب اكتر مكان ممكن الاقي فيه برضو الهارد اكزوديت دي برضو من الحاجات الكي، مش في الماكولا لان الماكولا اصلا ديفويد اوف ريتينال فايبر لاير، في البارا ماكولا في سوري مش في الفوفايا، لكن هيبقى في البارا فوفايا خلاص. فبنقول عليها ميد اكواتوريال ليه؟ لان الريتينال فايبر لاير عندي بتبقى مالتي لايرز. هو اكشوال حتى الناس اللي بتصور او سي تي، وحتى يمكن في صوره هنا او سي تي صحيح بتاع سيستويد ماكولا قديمه، بس كل كمان ما رحنا نيزل يعني رحنا ناحيه الاوبتيك نيرف بتبقى النير فايبر لاير شايفين مالتي لايرز. شايفين هنا مجرد تبان لاير واحده. طبعا في الميكرو المفروض في الفوفيا قصدي المفروض انها ما فيش اللاير دي، هي بتبتدي بارا فوفيا. فكل ما كانت مالتي لايرد كل ما كان ان انا هشوف الليجن اكتر. هقول لكم معلومه بسرعه برده كده بس نبقى نفتكرها بعدين، يعني بما ان احنا اتكلمنا عن المالتي لايرد وليه هي بتبقى في البوست اكواتوريال عشان مالتي لايرد ريتينال فايبر لاير. في حاجه اسمها برلين اديما او قمشه ريتيني. العينين اللي هم بياخدوا بلانت تروما على العين وما بيحصلش حاجه غير ان شويه ريتينال اديما، وما كان مشهور بيها ايام الحرب العالميه فعشان هي سموها برلين اديما، بس هي مش ريتينيا، مجرد ريتينال اديما. الاديما دي بتحصل على مستوى الريتينال نير فايبر لاير برضو عشان من الكونكشن بيحصل زي اكزوبلازميك ستوبج، بس بتبقى ديفيوز بقى مش حته صغيره. وفي ميكانيزم ثانيه بتتقال ان هي ترانسوديشن من البلاد فيزس، بس بتظهر في الريتينال نير فايبر لاير على اساس انها ترانسوديشن من الميجور بلاد ريتينال فيزس. طيب تبين فين بقى قالت بتدين حاجه اسمها تشيريت سبوت. ليه تشيريت سبوت؟ علشان الميد اكواتوريال بتاع الريتنا مالتي لايرد ريتنا خلاص، والفوفيا طبعا ما فيهاش بلاد فيزز وما فيهاش ريتنا فايبر لاير، فتفضل حمراء زي ما هي اللي هو الريد كلر بتاعها اللي هو اكتشوال هو بيتشاف لون الكورويد، والريتنا حواليها كلها ايه اوبيك خلاص. وده نفس الميكانيزم طبعا اللي بتحصل في الاكيوت ريتنال ارتري اكلوجن، واي بقى واي ميكانيزم ثانيه لها علاقه بالريتينال نير فايبر لايرز. يعني مثلا في احيانا كده سندرومات بنقول عليهم ليبيدوزيس، دول اصلا سيستميك ميتابوليك ديزيز عندهم مشكله في الليبويد، بيحصل زي ديبوزيشن لليبويد ماتيريالز في كل النيرفس سيستم بتاع او في كذا اورجن في النيرفس سيستم، يعني مثلا يبقى في البرين وممكن يكون مثلا وفي الاي، لكن ممكن يبقى برده احيانا في الريتيكولو اندوثيريال سيستم، حاجات كده زي تايساكس ديزيز ولا واي بيرن ماسون ديزيز، دول سندرومات اسمهم كده ليبيدوزيس. اوكي، فاللبيد هنا يحط في الريتينال فايبر لاير. فين برضو الريتينال فايبر لاير؟ هتبقى برضو في الميد اكواتوريال لان هي مور بروناونسد، وبرضو هتسبير الفوفيا فيديني منظر التشيري ريد سبوتس. عشان لما نيجي نشرح بعد كده التشيري ريد سبوتس خلاص الكلام مفهوم، ما نقعدش بقى ايه نقول تاني يعني. طيب في الفلوريسين عايزين نعرف الريتينال نير فايبر لاير بتاعتنا دي تبان ازاي. سوري آه
هو طبعا دي حته هيستولوجي هيزينوفاليك، بيوريك في السوبر فيشال ريتنا نير فايبر، ادي ريتنا بيجمنت ابسيليوم، يبقى ده السوبر فيشال لايرز بتاعه الريتنا، وشوف بقى ايزينوفاليك وتشبه الخليه، هي طبعا دي الاكزوبلازميك ميتد، انت طبعا بتشوفها كده. خلوا بالكم برضو ان هي وايتش، ما بتبقاش بيبقى فيها حته سترايشنز اللي هي بتاعه الريتنا نير فايبر لاير، يعني انت ما بتشوفهاش حته وايتي وايتي ماتيريال كده، فعشان كده كلمه سوفت اكزوديت ما كانتش مصطلح صح. برضو نفس الاسترايشن او الفيذري ابييرنس ده بتشوفه برضو في المايلينيت نير فايبر لاير، هو ده الفيذري ابييرنس بتاع الريتنا نير فايبر لايرز، واللي شفناه برضو في الفليم شيبد هيموريدج. اوكي، حتى جنبها اهو ارياز من فليم شيبد هيموريدج اهو وايتش، وفليم شيبد هيموريدج كتير، واضح ان الريتنا نير فايبر لاير هنا متاثره جدا. طيب انت لما بتشوفها بقى في الفلوريسين، هي ما بتتشافش في الفلوريسين، هي ريتنا نير فايبر لاير اوبسكيورنج اصلا البلاد فيزلز. يعني انا هنا مش عارفه الصوره دي، يمكن عشان هي مش جنب ميجور، لكن في تريبيوتري من الميكرو برانش يمكن خافيه شويه، هنا في صور اهي. هي بتبان طبعا هي لحت اوبسكيورنج الاندرلاينج ستراكشرز، لكن ممكن اشوفها ازاي؟ احسن حاجه اشوفها في حاجه اسمها ريد جرين فلترز في الاول كده، اللي بيصوروا في الفلوريسين عارفين ان هو بياخد الاول صوره كالرد، وبعد كده ياخد ايه حاجه اسمها ريد فري، بيجيب حاجه اسمها جرين فلتر وياخد ريد فري فوتو. وفي صور تانية بقى اسمها اوتو فلوريسنس، الاوتو فلوريسنس دي لها طريقه تصوير مختلفه. الفكره بتاعت الاوتو فلوريسنس دي ما بيحقنش الفلوريسين، يعني ما بيحقنش الضوء، بس يحط ايه بقى، يشغل الفلترز بتاعت الاكسايتيشنز والبارير، يعني اللي هي بتمنع كل الضوء الوايت لايت انه يعدي ما عدا البلو لايت، بس هو اللي يروح الريتنا، والريفلكتد باك فروم ذا ريتنا تو ذا كاميرا، هيحط له هيشغل برده البارير فلترز اللي هو بيمنع كل الضوء الريفلكتد اللي هو بقى هيبقى بلو وجرين ويلو، بيبقى ماكس كده من ثلاث الوان، هيمنعه كله يعدي ما عدا الجرين، فالكاميرا هتلقط الجرين بالرغم انه ما حقنش هنا، ما حقنش ضوء. في ماتيريالز جوه العين لها خاصيه انها تعمل فلوريسنس، تشتغل كما لو كانت هي محقونه وهي اكشوال مش محقونه. الماتيريالز دي لها علاقه بال يعني هي او الديزيزز دي لها علاقه بالماتيريالز اللي جواها. هي اكتر حاجه هي الماتيريالز اللي في اللايبو في سكين ماتيريال، يبقى ملهاش علاقه بالكوتون وول سبوتس، عشان انا دلوقتي بقول دي في الريد جرين فلترز او الريد فري قصدي سوري او جرين فلترز، بنقول عليها هنا بقى سودو فلوريسنس. انا هنا ما شغلتش الباريرز اللي عندي موجوده على كاميرا الفلوريسين، انا جاست بعد ما صورت الصوره الكالرز رحت جايه بس في فلتر كده على بيبقى اسمه جرين فلتر، زي الفلتر اللي في السليت لامب اللي هو بيدي بس مجرد لون جرين، لكن لا في بارير ولا في اكزايتور، خلاص يعني ما فيش رايح ولا في جاي. تصور لي الحاجات بقى اللي هي ايه، هو الجرين فلتر ده بيبقى حلو في ان هو بيديفرنشيت الحاجات اللي هي سوبرفيشال والحاجات الهيموراجيك، انتوا عارفين الريد فري او الجرين بينهانس الحاجات الريد ليجن، يعني اي هيموريج انت شاكه مثلا ده هيموريج ولا ده ولا ده مجرد يعني ده اولد هامج مثلا ولا مجرد ريتنال بيجمنت ابيسيلال هايبربليزيا. احيانا احنا بنشك في حاجات زي دي، ساعتها نقول لك ايه اما انت بالسليت لامب افحصه بالريد فري يعني بالجرين يالو عشان تشوف الحاجات السوبرفيشال، يا اما طبعا لو انت على كاميرا الفلوريسين صوروا ريد فري فلتر. برضو الحاجات الكوتون وول سبوتس ده في السوبرفيشال، في الجلوكوما لها استخدامات بس مش وقته دلوقتي، بس ده هي انهانسد بمين، بالحاجات اللي هي بنقول عليها لو او شورت ويف بلو او جرين كولرز، لانه ده بيجي هنا عند الانترفيس بتاع الريتنا نير فايبر لاير بوستيرور هايلويد ويعمل ريفليكشن باك، فينهانس الفيجواليزيشن في المستوى دوت، خلاص مش بنتريت ديب قوي، فاي ليجن في السوبرفيشال ريتنا هيبان كويس جدا، فعشان دول بنقول عليهم سودو فلوريسنس. اما الاوتو فلوريسنس هو طبعا الشرح ده هيجي مع الفلوريسين ان شاء الله في التشابتر المقبل، بس نقوله دلوقتي ان احنا كمان بنشرح ريتنا وهتيجي حاجات لها علاقه بالاوتو فلوريسنس. الاوتو فلوريسنس قلنا ده على كامله الفلوريسين بيشغل الاكسايتيشن والبارير وبيبقى برده حاطط نور عادي، ما بيحطش النور الريد فري، هو بيديله وايت لايت اوكي زي ما بيصور فلوريسين. طيب
هل الاوتوفلوريسنس دوت او اللي هم بيسموه دلوقتي اختصارا فاف فاندس اوتوفلوريسنس ايمج ممكن اعمله بطريقه تانية؟ قال لك اه، دلوقتي الاجهزه الجديده اللي هي بتعتمد على انها بتستخدم مالتي سورس من اللايت زي اللي هي المالتي مودال ايمج والحاجات دي اللي هو بيصور بيها فلوريسين ويصور او سي تي ومش عارف يصور ايه ويصور ايه، بيصور بيها الفاف ده، ما بيحطش بقى، لا بيقول لك شغل اكسايتيشن ولا بارير، هو بيديك الضوء اللي هو الشورت ويف ده على طول خلاص. فده بيوريك يعني بيدي حتى بيسموه بلو، هما بيسموه كده بلو فاف، وفي نوع منه جرين فاف يعني هو بيدي له شورت ويف لايت مش وايت لايت، بيديهولك على طول مثلا 480 او 530 حسب الاجهزه اللي موجود فيها، اعتقد موجود في جهاز الهايدلنبرج ده المالتي مودال ايمج خلاص. مش متاكده ان كانت في اجهزه فاف سبرت ولا لا، بس ممكن يكون في بره اجهزه فاف سبرت يعني. الحاجة التانية اللي عايزة اقولك عليها ان برضو الاوتو فلوريسنس دوت بيبقى ماتيريالز معينة هي لها الخاصية دي زي ما قلت زي الليبوفسكين، واحيانا بقى الحاجات اللي هي الاسترو سايتوما دي تيومرز كده هناخده بعدين في الانكولوجي ان شاء الله. لكن الكوتون وول سبوتس لا، ده مجرد إديما كولكشن يا جماعة، مش ماتيريال بتإنهانس اللايت او البلو لايت وترفلكت ات باك، نو خلاص، هي انهانسد بس بالشورت ويف علشان هي مور هي سوبرفيشال ليجن. طيب انا طولت فيها بس عشان نبقى فاهمين كويس احنا لما بنبص على الفلوسيم بنبص ازاي وليه وبتاع. والاشباح طبعا شايفين الهارد اكزوديت برضو في ارياز من هارد اكزوديت، الفلام شيبد هيمرج باين كويس جدا اهو خلاص، وحتى الاسترايشن بتاعت النير فايبر لاير باينه على خفيف، والبلاد فيزس عشان سوبرفيشال بتبقى مور انهانسد في الصور دي. هنا طبعا لو هنعمل فلوسين هي هتبقى بلوكيتش وحواليها برضو هيبقى هايبوفلوريسنس غالبا لان هي علامه اسكيميا، فده بنقول عليك ايه كبالي دروب اوت خلاص، يعني هي حاجه بتعمل ميكس يعني البلوكيت فلوريسنس وكبالي دروب اوت اوكي، وبتبقى حاجه تفوكل مش كتير. هو طبعا العين لما بتشوفه كده انت اصلا بتحطه تحت مظله الخطر لان هو كده خلاص بيجري على الاسكيميك تشينج او البري بروفتيف تشينجز وطبعا ما بعدها البروفتيف تشينجز. طيب هل ممكن يحصل الكوتون وول سبوتس في الايرلي؟ هو اكشوال بعد شويه لما نشوف في الجريدنج هتلاقوا ان الكوتون وول سبوتس ودي حاجه غريبه انا حتى مش فاهمها ليه، مش محطوط اصلا في الجريدنج سيستم على اساس ان هي ممكن تبقى انسلت انديفيدوال تحصل وتختفي، يعني حته بس الكابري اوت صغيره وحسب كوتون وول سبوتس عليها، مش هي مش سيستميك انسلت على الريتنا. يعني عشان يحصل اصلا عشان اقول الريتنا دي اسكيميك او تدخل في البروفتيف ستيج انا محتاجه على الاقل ربع الريتنا، ربع يعني كوادرنت من الريتنا تقريبا اللي هو بيساوي بالظبط اعتقد حوالي 10 ديسك اريا دايمتر. الديسك اريا طبعا 1.5 مليمتر او بنقول 1500 مايكرومتر، فانا محتاجه ربع الريتنا يموت من الاخر كده، طبعا مش لازم يبقوا جنب بعض متفرقين علشان يحصل تحصل البروفتيف تشينجز او تبتدي بروفتيف تشينجز، فممكن تبقى الاريا دي يعني مش شرط، فعشان كده مش محطوطه في الجريدنج سيستم. بس هو لما تشوف العيان صحيح انت مش بتقول ان هو جريدد سيفير، لكن لو معاه طبعا ساينز التانية بتاعت السيفيريتي خلاص انت بتبقى عارف، لكن انت في دماغك عارف ان العيان ده بيجري على موضوع ان هو يبقى خلاص البروستيف دايابيتيك ريتينوباثي. طيب الفينس تشينجز اللي بتحصل طبعا الفينس الفينز بيبقى اكتر طبعا يعني هو اول حاجه بتتاثر بالاسكيميا او الهايبوكسيا او الجلايكوزيليتد انت برودكت بتاعت الدايابيتس، طبعا احنا اتفقنا الكابيلاري هو مايكرو انجيوباسيس. كنا نبتدي ناخد بقى ماكرو فيزلز ناخد فين او ارتري، لا يعني كده ستوب، انا كده الدايابيتس وصل او دايابيتك ريتينوسي وصل في درجه عنيفه جدا، احنا مش بنهزر. وغالبا العيان ده غالبا يعني بيبقى معاه انسلتس تاني، يعني معاه مشاكل مثلا في الديسليبيديميا او مشاكل ارتيريال او حتى ايفن اناميك، يعني ما هو برده
كرونيك وده نيوتريشنال ديزيز، في النهايه عينين دايبيتك اكيد مش بيتغذوا كويس، فممكن يبقى حتى انيميا، فاحنا بنوصل في مشاكل تانية. هو طبعا الدايبيتس اللي بيقرا الدايبيتس من بتوع الجنرال ميديسن هيعرف ان هو مينلي مايكرو انجيوباسي، لكن هو لا هو برضه ماكرو انجيوباسيس في الليت ستيجز بتاعته. فاحنا كده بنتكلم ان احنا خلاص دخلنا في مشكله فعلا. فهو الفينس بقى الفينس مع كتر السيفيريتي ان هو هيحصل له طبعا استاجنيشنز، البلاد بيبقى مش اوكسجينيتد، بقى مور دي اوكسجينيتد، فبيبقى مور توكسيك على الاندوثيليال سيلز اللي موجوده في الفينز، فنبتدي بقى نكسر التايت جانكشن ونكسر الاندوثيليال سيلز نفسها، والبلاد فيزس ما يبقاش. واحنا قلنا في الاول كده في المقدمه بتاعه الاناتومي ان انا عندي شويه سامري كويلز في الريتينال فينز، هنا ما يبتديش عندي حتى ايفن السامري كويل دوت، يبتدي يحصل استاجنيشن اللي هو سوري يعني واحد بينهج ومش متحمل باكسجين بيتبط مكانه، يعني بيوسع ويتبط مكانه بالظبط كده، يبتدي الار بي سيز حتى ايفن وكل الكونستيتوينت بتاعه البلاد تتاثر من الهايبوكسيا دي، ويحصل نوع من السيجمنتيشنز اللي هو يعتبر بريك اللي هو بريك داون للبلاد كولوم. خلاص اللي هو بعد كده طبعا يحصل دايلاتيشن وتشوستي. لو معايا كل بقى مناطق الارتيريو فينس كروسنج هيحصل فيها كل التشينجز بتاعه الابنورمال ارتيريو فينس كروسنج، ودي دي تعني علامه برضو من علامات الاثيروسكلروزيس اللي هو ان الارتري اهو، يعني الارتري شايفين ده حتى واخد اللون شويه الوايت سوري الكبر ده، يمكن نقول عليه الكبر واير، ده ارتي اسيروس كلوريتك على طول، يعني لما تشوف المنظر ده كده على طول شوف معدي هنا على الفين، فبالتالي حصل طبعا اللي هو نيكينج خفية من تحتيه لان ده اسيروس كلوريتك، فبدا عمل كونسيل للاستراكشر اللي تحتيه، ومن كتر ما هو خانقه حصل فوكال ناروينج، وبعد كده اللي هو البانكينج او الدايلاتيشنز. خلاص دي طبعا الساينز دي لها اسامي اللي هي جان ساين لما بيعمل فوق يعمل كونسيلمنت، والبانكينج دي بانكينج، بعد كده الديفلكشن ده حاجه تانية في الارتيريو في الابنورمال ارتيريو فينس كروسنج. لكن لو بنتكلم عن الدايبيتس سبيسيفيك هيبقى عندي دول اهم اتنين ساينز بالنسبه للارتيريو فينس كروسنج اللي هو كونسينمنت وبانكينج، وبعد كده هو دايلاتيشن والترشوستي وسيجمنتيشن بلاد كولوم وايفن حتى اللي هو اللوبينج. خلاص اللي هو بيقول لك منظر السوس اللي هو السوسيس اللي احنا بناكله اللي هو المنظر ده فعلا، يعني اي حد عارف السوسيس شكله معروف هيبقى فعلا بالمنظر دوت. خلاص في حته السيجمنتيشن واللومينج، وطبعا شايفين الفين وسع جدا جدا، يعني شايفين هنا برضو يمكن دي حاجه مودريت شويه، بس شايفين الفين لسه ستيل المفروض احنا عارفين الفين عند الاوبتيك ديسك بيساوي 125 مايكرومترز، وهو مره وتلت اكتر من الارتري. شايفين هنا بقى الدايمترز قد ايه، احنا بنتكلم يعني تقريبا ده بقى يمكن خمس مرات ده. طبعا الفينوس تشانجز دي محطوطه في هي دي برضو فينوس تشانجز اللي بنقول عليها لوبينج، واحنا هنا طبعا بنتكلم على البيدنج والسيجمنتيشن، بيدنج اللي هو زي شبه السبحه، وادي السيجمنتيشنز اهو. الفينوس تشانجز بس عشان نبقى عارفين محطوطه ضمن الجريتنج سيستم بعد كده للسيفيريتي بتاعه الدايابيتك ريتينوباثي اللي هو نان بريفتيف. خلاص فاحنا كده بنتكلم يعني الكوتون وولز بوست مش محطوط لكن دي محطوطه. طيب بعد كده عندي حاجه اسمها بقى انترا ايرما او انترا ريتينال مايكروفاسكولار ابنورماليتيز، شايفين الاسم انترا ريتينال يبقى انا في الريتينا مش جايه من حته تانية، مايكروفاسكولار يعني انا بتكلم على مستوى المايكروفازلز. ايه المايكروفازلز؟ يعني ارتريولز وفينيولز، ما بتكلمش على الميجور. خلاص ابنورماليتيز هي اصلا دي تشانلز ربنا خلقها، دي حاجه معروفه من الفسيولوجي الاناتومي زمان واحنا طلبه، ان احنا عندنا تشانلز اصلا ما بتبقاش مفتوحه، بتفتح عند اللزومز خلاص في الفاسكولار سيستم بتاعنا، فهي دي فعلا تشانلز مش موجوده عندنا قبل كده، فتحت علشان سبب انها فتحت وجود الاسكيميا. طيب وجود الاسكيميا خلاها تفتح ما بين الارتريولز والفينيولز علشان تبايباس ايه اللي هو المايكرو فازلز اللي فيه الانوماليز اللي هو الكابيلاري، يبقى انا مش همشي في الباسوي اللي هو الارتريول للكابيلاري الفينيول، لا انا هقول الكابيلاري اركن على جنب، انا فتحت التشانلز دي عشان ابايباس. على فكره هي بالرغم من ان هي احيان هي محطوطه في الجريدنج سيستم، بس هي على فكره من الحاجات الجود ساينز لان كده الريتنا بتريسبوند انها تفتح تشانلز تو بايباس الديزيز اريا،
فبالتالي يتعود الاسكيميا. ده بالعكس يقال ان وجود القرم اصلا بقى غالبا يعني معناه ان المكان ده مش هيحصل فيه نيو فيزس. هو مش معناه ان الريتنا كلها مش هيحصل فيها نيو فيزس، لان هو برضو القرم لها حدود ومش يعني احنا هنعرف اصلا ان هو في الاخر احنا مش بنلاقي قرمه كتير، يعني مش مش بتقدر تكمبيت مع السيفير اسكيميا. احنا لو وصلنا الاسكيميا عنيفه في الريتنا اللي هي بتبقى كوادرانت كامل يعني ربع الريتنا او 10 ديسك اريا خلاص، فمعنى كده القرمة دي مش هتقدر تعوض كل الحاجات دي، هيتعوض شويه حاجات او شويه مناطق، لكن بقيه المناطق مش هتقدر تعوضها. فهتضطر الريتنا عن طريق الفجر في ماتيريالز بتاعتها بقى والبلاسنتال جروس فاكتورز والحاجات دي تاكسبريس النيو فيزلز الجديده، فاهمين؟ لكن القرمة في حد ذاتها وجودها دي من الجود ساينز. طيب وغالبا طبعا الحته اللي هتبقى جنب القرمة هتبقى هي area of ischemia، هي مش هتطلع اعتباطا او مش هتفتح اعتباطا. القرمة بقى من الناس بيحبوا احنا قلنا اهي مثلا ادي دوت ده اهو حاجة دوت دي قرمة قرمة ليجن اهو ما بين المفروض هي هنا ما بين الارتريول والفينيول، وفي هنا كمان تقريبا يعني اهو يمكن هو راسم هنا واحده واخده بالانك اهو شايفين. هي اولا هي رفيعه جدا جدا لو لاحظتوا هي ارفع من الفينز حتى والارتري. هو الكتب اللي هي او حتى الاي تي دي ار اس كانت عامله ريفيو قالت ان القرم اصلا في الفلوسين بيبقى السايز بتاعها لو انا هقيس الدايمتر بتاعها 31 مايكرومتر. انا بقول الارقام دي ليه؟ عشان اصلا هي ريبورتد وفي ناس بيحبوا يسالوا فيها، وممكن تلاقيها كده سؤال غلس في الام سي كيو. الحاجه الثانيه طبعا وانا اعتقد ان ناس كتير عارفينها طبعا ان هي بتبقى فاين، ان هي الريجولار لاين، وان هي نون ليكينج خلاص. عشان ما حدش يقول لي انا بتلخبط بين القرمه والنيو فيزس، لا القرمه غالبا بتبقى يعني فاين كده وكونكتنج اتنين مع بعض. النيو فيزلز صح دي جنب كابيلاري دروب اوت والتاني جنب كابيلاري دروب اوت، بس احنا هنشوف النيو فيزلز دلوقتي. عارفه ان انت تتلخبط بين النيو فيزلز وايه وهامرج. النيو فيزلز بتبقى حاجه ملعبكه شويه، ملعبكه بمعنى ان هو ده بلاد فيزلز كده يعني حاجه كونفوليوتد برانشنج مع بعض، مش مجرد لاين تحس انه زي هوريزونتال لاين كده كونكتنج حاجتين مع بعض. طبعا هي خلي بالك ان هي مش بتعمل كروسنج للميجر بلاد فيزس، يعني هي ما ينفعش مثلا تيجي من ارتريول هنا وتعدي عشان تروح فينيول بعيد، هي يا دوبك هنا في حته صغير. وقلنا الدايمتر بتاعها في الفلوريسين طبعا هتبقى هايبر فلوريسنت، لان هي وهتبقى هايبر فلوريسنت في الستيج بتاع ايه بتاع الايرلي برضو اللي هو بنقول عليه اما اللي هو الكابيلاري فيز. والكابيلاري فيز احنا ما بنعرفش ان الاوتو اكتشوال، فاحنا بنتكلم في ان احنا من الارتريول فينس ستيج هو ده الكابيلاري فيز بتاعنا، يعني تظهر في الارتريال فيز يا اما تظهر في الايرلي فينس اللي هو قبل ما الفينز حتى ايفن تتملي تكون هي مليت. واو ده اوقع طبعا لانها ما بين ارتريول وفينيولز. وهي طبعا نان ليكينج، يعني لو خدت الليت ميجرمنت او الليت فريمز بتاعت الفلوسين مش هلاقي فيها ليكينج، وجنبها طبعا هتبقى في هايبوفلوريسنس عشان دي كابيلاري دروب اوت، يعني هتطلع في اريا اوف كابيلاري دروب اوت. طيب بعد كده بقى عندي الارتريال تشينجز. الارتريال تشينجز هي مش خاصه بالدايبيتس، هي ممكن تحصل مع اي ديزيز فاسكولار في الريتنا. ان هو طبعا ان ممكن يحصل هو حسب العيان عنده ايه، يعني هو العيان لو عنده مثلا اثيروسكلروزس وهايبرتنشن ودايبيتس هنلاقي الجريدنج بتاعه الاثيروسكلروزس اللي هي بتبتدي من اول فوكال ارتريولر ناروينج، يعني حته كده سيجمنتال من الارتري بتاع الريتنا يحصل بس في فوكال ناروينج، بعد كده بقى ديفيوز ناروينج، بعد كده يبتدي يحصل ديبوزيشنز للماتيريالز بتاعه الاثيروسكلروزس على الارتريولز بلاد وول بتاعها، فنبتدي نشوف اللي هي بنقول عليه كابر واير وسيلفر واير. خلي بالكو كبر واير وسيلفر واير في الحاجات المايكروفاسكولار ديزيزز زي الهايبرتنسيف ريتينوباسي والديابيتك ريتينوباسي مش هشوفهم يا جماعه في الميجور ريتينال فيزلز، صعب قوي نشوفهم في الميجور ريتينال فيزلز، هشوفهم في حاجه اسمها ثيرد اوردر برانشز. يعني ايه؟ يعني انا مش هشوف في المين برانش بتاع الريتينال ارتري سواء تمبرال او نيزل او كده، انا هشوفه في الثيرد ده غالبا. خلاص لو شفته في الميجور ده لا شك في فاسكولايتس ايا كان سببها ايه، يعني شك في فاسكولايتس اوكي، زي مثلا امراض زي البهثة زي
زي البولي ارترايتس نودوزا، الفيجنال جلوميتوزس، الحاجات دي. لكن الديزيزز اللي هي على مستوى الماكرو انجيوباسيس لا، هتبقى بتبتدي في الثيرد اوردر برانشز. الثيرد اوردر برانشز زي اي، يعني مثلا لو جبت صوره كده عشان يعني نفهمك يعني ايه ثيرد اوردر برانشز، ناخد صوره يعني مثلا دي الميجور فيزلز اهي طالعه من الديسك، بعد كده بتبرانش، ده سكند، ده بنقول عليه فيرست اوردر، وبعد كده ده سكند، وبعدين ده ثيرد اوردر. خلاص، فانا ابتدي اشوف هنا في المكان دوت اشوف ايه. انتوا شايفينها هنا لسه ستيل لونها احمر، خلاص، لان الفيزل وول اصلا شفاف، وبالتالي انت شايف في البلاد كولوم ماشي فيه. وانس ان الول ده اتحطت عليه الماتيريال بتاعه الاسيروسكلروزس اللي هي بقى الكوليسترول والاسيروم والبليتلت والحاجات اللي احنا عارفينها الباثوجينيسيس بتاعه الاسيروسكلروزس من جنرال ميديسن، هيبتدي دوت لونه مش هيبقى شفاف في الاول، نص شفاف يبان لي زي الكابر واير يعني منحس، بعد كده مش شفاف خالص فيبان ايه سيلفر واير، يعني هو خلاص خفى البلاد اللي ورا، وانت شايف اللون الابيض اللي هو لون الديبوزيتد ماتيريالز على الاول. خلاص، فدوت هو غالبا احنا بنشوف الكابر واير مش السيلفر واير. السيلفر واير ده في السيفير ديزيزز، وده لو حصل يعني غالبا الاريا اللي سبلايد بالثيرد اوردر برانش ده خلاص بتبقى كما لو كانت يعني برانش ريتينال ارتري اكلوجن، يعني كما لو كان، مش انا مش بقوله هو برانش ريتينال ارتري اكلوجن. خلاص، طيب الديابيتس برضو لو مثلا ما كانش معاه الحاجات دي وهو بس مجرد ديابيتك روتينوباثي واسكيميا، الارتريولرز، الارتريولز بقى اللي هي مش بنتكلم على الميجور، بنتكلم على الارتريولر سيستم، يعني بعد الثيرد اوردر بقى هيبتدي الارتريولر سيستم، وبعدين الكابيلاري، وبعدين الفيديول، وهكذا. قالك الارتريولر سيستم ده يحصل فيه نوع من الدايلاتيشن، وده ماركرز لانه بتحاول تعوض طبعا ان هي سبلاي للاكسجين، ده ماركر للالي اسكيميا. بعد كده خلاص هيحصل بقى اللي بتاع اهو، حتى كانسكي كاتب سيميلر، كان كاتب على السيلفر وايرنج لو احنا قريناها مع بعض، هجيبها لكم عشان نقراها مع بعض. نفس الكلام اللي انا قلته لكم دلوقتي حالا، بيتكلم دلوقتي على ان لو حصل بريفرال ناروينج، شايف كلمه بريفرال هو يقصد بيه ثيرد اوردر، محدش يجي يبص على ديسك كبير ويقول اصل ده الديابيتك سوري برانش كبير او الفيرست اوردر برانش قدام الديابيتك تشينجز، لا، الديابيتك تشينجز بتحصل في الفيرست برانش بالنسبه للفينس، لكن في الارتري لا، الارتري بيور كده لا. Silver wiring and obliterations similar to late appearance following branch written artery occlusion، انه بعد branch written artery occlusion بيحصل الشيثنج اللي احنا بنسميه كلمة شيثنج اللي هو silver wiring دوت، هو يشبهه ده خلاص similar to، لكن مش هو مش هو branch written artery occlusion. طيب لو دخلنا بقى على ال proliferative signs بتاعتي اللي هي بتحصل في ال في الريتنا، خلاص يعني انا مش هتكلم على الجريدنج لسه، انا كل ده بتكلم في الساينز. هو طبعا اول كلمه كاتبها ان هو 1 كوارتر اوف ذا ريتنا، على الاقل ربع الريتنا يبقى نون بيرفيوزد بيفور ان يحسب بريفتيف دايابيتيك ريتينوباثي. طيب البري ريتنا نيو فيزلز لو هتطلع يا اما تطلع على الاوبتيك ديسك، يا اما تطلع في كل اماكن الريتنا، يا اما نطلع قدام في الانتيرور سيجمنت. لو طلعنا على الديسك انا بوصف ساعتها انه النيو فيزلز، النيو فيزلز ديسك اسمها ام في دي، ده اختصارها. خلوا بالكم انا بوصفها ان هي تكون على الديسك او within one disk area، يعني يا اما على الاوبتيك ديسك كده، يا اما within one disk area يعني حواليه. فهي حتى لو حواليه في الحته دي انا خلاص برضو اسمه نيو فيزلز. طيب ام في دي سوري MVE بقى اي حته بره الاريا دي اللي هي ديسك او وان ديسك اريا هيبقى اسمها MVE اللي هي نيو فيزلز إلس وير. طيب الام في اي في الانتيرور سيجمنت اللي بنقول عليها روبيوزس ايريدس، ودي غالبا طبعا العيان بعد كده بيدخل في حاجه تسمى النيو فاسكولار جلوكوما. تعالوا بس كده هديكم شويه هنتس قبل ما نتكلم عن الفلوسين اللي كانسكي شرحه. هو النيو فيزلز دي ممكن تبقى مايلد وممكن تبقى سيفير. خلاص، طيب في معلومه كده في الاناتومي، يعني شايفين ده هنا دي واضح ان دي سيفير حتى من غير ما نتكلم، هنا يمكن على الاوبتيك ديسك دوت لسه هي مجرد برانش صغيره باديه يا دوبك رفيعه مش باينه قوي حتى عايزه الواحد يدقق فيها. طيب انا بس عايزه اقول لكم كام معلومه كده. الاوبتيك ديسك، الاوبتيك ديسك اخر لايرز في الريتنا
مش موجوده فيه، اللي هي اللي اسمها internal limiting membrane. الانترنال limiting membrane بيجي يقف عن، لان مفيش مولر ذا سيلز في الاوبتيك نيرف، خلاص في حاجه اسمها استروسايت. هو عنده ليميتنج ممبرين خاصه بيه بس مش كتير، بتبقى موجوده شويه اكتر هنا في القلب، حاجات كده اسمها بوردر الشينج خلاص، وحاجات حواليه اسمها جاكوبي يعني، بس هو هنا ده اسمه بوردر ليميتنج ممبرين اوف الشينج، بيبقى يدوبك هنا في الدبريشن بتاع القلب. بقيه الديسك هنا اكشوال ما عندهوش اي جلايل، ما عندهوش اي جلايل سبورت، يعني مفيش انترنال ليميتنج ممبرين. فوانس انه حصل نيو فيزس على الاوبتيك ديسك، هي مور لايبل فور ايه، فور هيموريدج خلاص في الفيتريس. وانس انه حصل هيموريدج بقى هدخل، حتى ايفن لو سمول هدخل في بروليفريشنز اللي هو فايبروفاسكولار ممبرين وتراكشن، وادخل بسرعه هجري بسرعه على الادفانسد دايابيتك اي اللي لها طبعا دايجنوزس تاني مختلف او لها كرايتيريا تانية مختلفه، ده ترمينولوجي تاني يعني. لكن الالسوير مثلا لو رحنا زي هنا كده في الريتنا، انا عندي هنا انترنال ليميتنج ممبرين، طول ما انا تحت الانترنال ليميتنج ممبرين صعب ان انا ارابشر واعمل هيموريدج، سواء بري ريتنال هيموريدج او فيتريس هيموريدج. طب امتى بقى؟ لما اخترق الانترنال ليميتنج ممبرين. علشان كده لما جم يعملوا الاو سي تي انجيو وجم يشوفوا النيو فيزلز، ما قال لك لازم النيو فيزلز. بعدين كده بقى اكلمكم هنت صغير عن الاو سي تي انجيو، هو في كده حاجه اسمها اربع سلايبس، يعني اربع ليفلز، فيتريس ليفل، وبعد كده سوبرفيشال ريتينال، وبعدين ديب سوبرفيشال كابيلاري وديب كابيلاريز، وبعدين ديب ريتينال، وبعدين كرويدل. لما جم قالوا الام في اي نشوفها فين، قال لك نشوفها في الفيتريس سلاب، مش نشوفها في السوبرفيشال، مع ان هي اكتوال طالعه من السوبرفيشال ريتنا كابيلاري خلاص. لكن قال لك هي علشان تبقى سيجنيفيكانت، عشان تبقى سيجنيفيكانت اصلا واقدر اقول ان دي ام في اي بالاوستي انجيو، قال لك اشوفها في الفيتريس سلاب. يعني معنى كده ان هي لازم تبقى بري ريتينال، يعني اخترقت الانترنال ليميتنج ممبرين. عشان كده لما جم يقولوا مين سيجنيفيكانت، اعتبروا حاجتين، اعتبروا السايز، في السايز دوت في الاوبتيك ديسك، بس اعتمدوا فيه على السايز، ما اعتمدوش على الريتنا، على ان حصل فيه معاه بري ريتينال هيمج او فيتريس هيمج. يعني لما ناخد كده هاي ريسك بروفيتيف دايابيتك ريتينوباثي او بي دي ار، هتلاقوا كده ان احنا بنقول تلت او ربع الديسك الدايامترز خلاص. لما جينا بقى نتكلم في الام في اي، لا حطينا اتنين كرايتيريا، حطينا السايز من تلت النص تقريبا ديسك دايامتر او نص من باب اوقع، وحطينا حاجه تانية ان لازم يكون معايا فيتريس هيموريدج او بري ريتينال هيموريدج، عشان ده علامه ان هي عدت الانترنال ليميتنج ممبرين خلاص. فدي هنت عايزه اقولها لكم. الهنت الثانيه، انا لسه كانسكي بيقول ان انا محتاج على الاقل كوارتر من الريتنا يكون حصل فيه اللي هو الاسكيميك كابيلاري دروب اوت. طيب الفلوريسين طبعا لو عملناه هي هايلايت نيو فاسكولاريزيشن ديورينج ايرلي فيز بتاعت الفلوريسين انجيوجرافي، وبعد كده طبعا هيبقى في هايبر فلوريسنس، انتنس هايبر فلوريسنس اكشوال يعني خلاص في الليت فيز. هو بس عايز اقول لكم معلومه انه في الجايد لاينز الجديده، ان هو وانس ان انا شفت نيو فيزلز وانا شور ان دي نيو فيزلز، انا ما عنديش داوت فيها. يعني هو ساعتها بقى فيه داوت شويه من نيو فيزلز والارما، يعني لو كانت لسه باديه زي كده اللي هو بنقول عليها مايلد او يمكن زي كده دوت، ما بعملش بعمل فلوريسين. لكن لو انا شور ان دي ما بعملش خلاص، لان هو انا مش محتاجه، هو خلاص دوكيومنت ان هو دوت بي دي ار، وخلاص انت بتقيم بقى اكوردنج تو ذا سايز واكوردنج تو في اسوشيتد ساينز اللي هو ام في اي او ام في اي، طبعا هتسبري يعني هترش للتريتمنت بتاعك اكوردنج طبعا للاستراتيجيز المحطوطه في التريتمنت في الهاي ريسك بي دي ار او لو ريسك بي دي ار. احنا كنا قلنا ان كانسكي قال 1 كوارترز بالنسبه للاوبتيك، بالنسبه للريتنا ده بصوا شايفين ده ممكن يكون بلوكج اكتر من كابيلاري دروب اوت، غالبا ممكن تكون فيه هنا اريا اوف هيمج، لكن ده اكشوال كابيلاري دروب اوت اللي هو تحسه فينت فلوريسنس، عشان بس هو شفاف شويه كرويدل فلوريسنس. اوكي وادي طبعا كل دي البيدنج والسيجمنتيشن بتاعه الفينز وال يعني كل الساينز تقريبا موجوده عنده
طبعا المايكرو انيوريزمس اللي هي منقطه كل ده مايكرو انيوريزمس، ولكن البلوك اللي هي الصغيره دي دوت هيموريدج. هنا في بدايه نيو فيزلز او الداي اهو في الفريم دوت، في هنا بولينج داي ده بتاع نيو فيزلز، وفي في الديسك ده في الاوبتيك ديسك. هو اصلا نورمال على فكره في الفلوسين المفروض الاوبتيك ديسك ما فيهوش اي فلوريسنس الا في الليت ستيج، وبيبقى حاجه تمبورال فينت كده خفيف خالص. وانس ان لقيته طبعا في الالي فيزس وبي انكريز في الضي، خلاص ده ام في دي. الالسوير خلاص ده هيبقى واضح جدا. ممكن طبعا تشوف النيو فيزس، وخصوصا هتبقى اكتر اللي هي مع عشان معاها انترنال ليميتنج ممبرين اللي هو اصلا جلايال تيشو، وهي لايبل. يعني لما بتبقى سيجنيفيكانت بيحصل منها هيموريدج طبعا، وفي فايبروفاسكولار، ممكن تشوف معاها الفينت فايبروفاسكولار فيزس ده. هو في ديبيتابل ايشو لو كان هو فينت كده ولسه ما عملش ممبرين، يعني عامل يشبه الجلايوزس كده بتاع الريتنا، هل هو ده نسميه هاي ريسك بي دي ار ولا نسميه ادفانسد دايابيتيك اي؟ يعني عشان الادفانسد دايابيتيك اي موصوف اكتر مع التراكشنال ريتن اتاتشمنت او ممبرين سيجنيفيكانت، مش المنظر دوت. الحاجه برضو اللي كنت عايزه اقولها لكم، انا كل ده عماله اوكي. الفلوسين انجيوغرافي لما بيصوروا بيه تقريبا بياخدوا صور اللي هي حوالي 50 ديجري، ما بياخدش اللي هو بنقول عليه وايت فيلد. دلوقتي في الفلوسين الجديد اللي بيصور الوايت فيلد. الوايت فيلد حلو، مش كنوع من الفانتازيا، انت مش بتدور على ساينز بعيده قوي ولا حاجه. وكده كده الدايابيتيك ريتينوبست بيبان غالبا في البوستيرور بول، يعني فعلا بيبان خلاص النيو فيزلز والمايكرو انيوريزمس والسبوت والهامرج والحاجات دي بتبان في ال 50 ديجري او 60 ديجري اللي انت بتصورهم. لكن المشكله في الاسكيميا والهايبو برفيوجن والكابيلاري دروب اوت، بيبان بريفرال اكتر، وبيبقى طبعا بيظهر بريفرال اكتر. فانت لو صورت 50 او 60 خصوصا في البري بروفيتيف ستيج، ممكن تقول ايه ده الكابري دروب اوت، ده عنده اقل من ربع الريتنا، او ده حاجه لا تذكر وتعتمد ان العين ده مش هاي ريسك. لكن طبعا لو صورت اللي هو ال 200 او الوايت فيلد، هتكتشف ان عندك كابري دروب اوت كبير جدا، فبالتالي هتعيد الريجريدنج بتاع يور بيشنت. فالكابري فالوايت فيلد هو طبعا مش متوفر في اماكن كتير جدا، بس حقيقي الوايت فيلد ات وورث ماني. يعني الحاجة التانية برضو، ممكن عيان تكون انت اوريدي بتعمله مثلا اي مانوفر تريتمنت ونوت ريسبوندنج، وانت مش عارفه هو نوت ريسبوندنج ليه، حتى ايفن لو هو ماكولار اديما، صور وايت فيلد هتكتشف ان عنده بريفرال اسكيميا وكابيلاري دروب اوت برضو عنيف، فعشان كده هو نوت ريسبوندنج. فكان المفروض اصلا يتقفل له البريفرال تيشو دوت بالليزر عشان نبطل ان احنا نموت الارياز دي اللي هو الريتنا متعرفه عليها ان هي هايبوكسيك اريا، فبيحاول ريسبوند طبعا بانه يطلع الفيجف ماتيريالز، والفيجف ماتيريال دي عماله تزود الانسلت على الماكولار اديما. يعني شايف الفكره، هي مجرد ماكولار اديما ونوت ريسبوندنج، معنيش اتعب شويه وصور ال 200 الوايت فيلد فلوسين انجيوجرافي دوت. الحاجه الثالثه بقى دلوقتي في هناخده في الموداليتيز بتاعه الليزر تريتمنت، حاجه اسمها تارجتد ليزر تريتمنت، بيصور وايت فيلد وبيعتمد على انه مش يضرب كل البريفرال ريتنا، بيسلكت الاريا اللي بيضربها، بيضرب بس الهايبوكسيك او الكابري دروب اوت اريا، وبيسيب الارياز اللي هي فيها جود برفيوجنز ما يموتهاش، لانها اصلا جود برفيوزد خلاص. فبالتالي بيحاول يحافظ له شويه على شويه بريفرال ريتنا عشان يحافظ له على البريفرال فيجن والفيلد اوف والنايت ادابتيشن، لان هي دي مشكله من مشاكل الليزر بتاعه البريفري، انت لما بتموت البريفري بيدخل في مشاكل تانية في الفيجن. اوكي، فده الكلام اللي كنت حابه اقوله قبل ما نروح للجدول بقى اللي احنا اصلا نسيناه، بس انا كنت ناسياه عمدا يعني علشان نتكلم فيه دوت اللي هو جاي من ATDRS classifications. انا بس عايزه اقول لكم حاجه، الامريكان لهم classification مبني على ATDRS، الانجليز في الكلاسيفيكيشن بتاعتهم ما بيقسموش الكلاسيفيكيشن كده، بيقسموا حسب في ماكيلوباثي ولا في ريتينوباثي، وبيقسموا الريتينوباثي دي دي ار 1 و 2 و 3 و 4 والماكيلوباثي 1 و 2، واكون كده بيحطوا في
يعني الاستاك بتاعهم بيحطوا ده مثلا في الباسوي اللي هو لازم يروح للدكتور في خلال اسبوع او هكذا، هي حاجة في الان اتش اس بتاعتهم اللي عايز يعني يرجع لها يكتبها، واعتقد موجودة في كتب اكسفورد. لكن كانسكي مش على نظام، هو كانسكي ده اكشوال كتاب استرالي يعني، هو مش على الامريكان سيستم، وده برضو اللي اختارته الامريكان اكاديمي، هم اختاروا الاي تي دي ار اس كلاسيفيكيشنز. خلاص هي طبعا حصل لها شويه موتيفيكيشن في الفتره الاخيره، لان انهم بيعملوا ريفيوينج طبعا، البانلز دول بيعملوا ريفيوينج كل فتره، لكن هم ده المعتمدين عليه. اللي انا عايزه اقوله لكم قبل ما اوريكم الموضوع دوت، انا كنت كلمتكم ان الاي تي دي ار اس دي كان في بلد كده اجتمعوا فيها اسمها ايرلي هاوس، وهم طلعوا كلاسيفيكيشن او موديفايد كلاسيفيكيشنز، كانوا بيطلعوا ريبورتات كل سنه كده، ده كان في التسعينيات يعني اعتقد سنه 91، كانوا بيطلعوا ريبورتات كل شويه يتكلموا عن حاجه، فهم من اوائل الناس اللي اتكلموا ازاي ان انا اعمل جريدنج سيستم للدايابيتيك تنوبسي من ستيريوسكوبيك كالر فاندس فوتوغراف. يعني انا مش لازم اصور في الروسين ولا اعمل اي حاجه، انا هصور كالر فاندس فوتوغراف او حتى ممكن اصور بالجرين فلتر بتاعتي، وقال لك هتمسك بعدها عدسه مكبره 15 اكس يعني، وتبتدي تفحص الصور اللي قدامك دي واكوردنجلي تعمل لها جريدنج. يعني هو بيقول لك ايه، ما تعتمدش على الكلينيكال انك تفحص بالاندايركت وتجريد يور بيشنت، او انك تفحص بالعدسه 90 وتجريد يور بيشنت. خلاص، وقسم الجريدنج ده بقى يعني ليفل، كان عنده جريد 0 اللي هو ما فيش اي ليجن اكوردنج للليجن اللي بيتكلم عليه، وبعد كده جريد 1 اللي هو ايرلي، و2 اللي هو يعني مودريت مايلد مودريت سيفير، اللي عنده جريد 4. وكان في احيانا لما يكون شاكك في حاجه حط حاجه اسمها كويشنبل جريدنج. الكويشنبل جريدنج يعني مثلا شاكك في دي نيو فيزلز ولا ايرم مثلا، فيقول كويشنبل مثلا نيو فيزلز، هو مش متاكد ان كانت نيو فيزلز ولا لا. ولما ما كانش قادر يعمل جريدنج علشان باد كواليتي اوف ذا فوتوغرافي، زي مثلا عين عنده كاتاركت فبالتالي تصوير الفاندس بتاعه ما كانش حلو، فكان بيقول ايه نون جريدابل نون جريدابل. طيب هو ده ليه انا بتكلم ده، انا مش شرح زياده والكنسكو الحاجه، لا ده هو ده عشان كل بتوع الدايابيتك اصلا بيتكلموا كده في الكتب الايفيدنس بيست ميديسين، وكنسكي اتكلم كده في الجدول لكن هو ما شرحهوش. يعني انا مستغربه، كان المفروض يدي هنت شويه عن الحته دي. هم قالك لما تيجي تصور الريتنا انا هقسم الباك جراوند بتاعي لسبعه فيلدز، خلاص، وفي فيلد 8 ده اوبشنال اللي هو ان هو يصور اريا اوتسايد ذيس فيلدز. ايه فيلد واحد؟ تعالوا كده نشوف فيلد واحد، ده كونسنتريك، ده الاوبتيك ديسك والماكيولا المفروض هنا، خلاص ده كونسنتريك على الاوبتيك ديسك. فيلد 2 كان كونسنتريك على الماكيولا، الماكيولا في النص هنا ادي اهو فيلد 2 السيركل دي. فيلد 3 شايفين ادي تمبرال تو ذا ماكيولا، 4 هيبقى سوبرو تمبرال، و5 انفرو تمبرال، و6 هيبقى سوبرو نيزل، و7 انفرو نيزل. علشان يقول ان لما يجي يتكلم عن كل الساينز اللي احنا اتكلمنا عن، احنا اتكلمنا على الماكرو انيوريزمس، واتكلمنا على الدوت وهيمرج والهارد اوكسيديت، واتكلمنا على الارما، واتكلمنا على النيو فيزلز، واتكلمنا على الفينس تشينجز بيدنج، صح؟ لما نيجي نتكلم على كل الساينز اللي هي بيستخدمها في الجريدنج سيستم، هيقول الساينز دي بتظهر مثلا في الفيلد 1، في الفيلد 2، في 3، في 4، في 5، في 6، طب بتظهر في كذا فيلد وبتظهر في كذا، وبعد كده يرجع يحط لها جريدنج بقى اللي انا اتكلمت معاكم عليه، مثلا 0 1 2 3 4 حسب السيفيريتي، ويقول كويشنبل ولا نون لو هو شاكك فيه، بس هو مش بيشك في حاجات كتير يعني، ونون جريدابل دي حاجه تانية. وبعد كده برضو لو حسب حط جريدنج، زي مثلا حط جريد 2 يقول A او B اكوردنج، برضو جريد 2 دي في المور سيفيريتي او مور ليجنز في الفيلد ده. فمثلا يعني تعالوا كده نشوف الكلام عشان لما نقرا مثلا، يعني هو اول حاجه مثلا هيتكلم فيها اهي المايكرو انيوريزمس، خلاص ده اول ليجن بيظهر في الدايابيتيك ريتينوباثي، قال ان هو بيظهر في كل الفيلدز من 1 ل 7، يعني انت ممكن تلاقي مايكرو انيوريزمس في اي حته من الفيلدز دي، اوكي. لكن لما جه مثلا يتكلم، يعني انا همشي بسرعه لان انتم مش مطالبين ان انتم تقروا كل ده، الهارد اكزوديت قال بيظهر في الفيلد من 2 ل 7، ولما جه مثلا يتكلم على الكوتون وول سبوتس قال برضو يظهر من 1 ل 7 طبعا، لان الاوبتيك ديسك يعني الهارد اكزوديت ما قالش كده، لكن الاوبتيك ديسك هنا حواليه ريتينال فايبر لاير، فطبيعي ان يظهر من 1 ل 7. وبعد كده مثلا يعني هنا الارتيريال ابنورمالتيز دي حاجه ثانيه، هو كل الساينز اللي احنا اتكلمنا عليها هو ماشي بيها.
طيب هنرجع نقول هو لما مثلا قال اهو تعالوا شوفوا كده، مثلا ناخد مثال المايكرو انيوريزم. يعني المايكرو انيوريزم ده بيفرق ما بين المايكرو انيوريزم وما بين الدوت هيمرج، لما اتكلمنا احنا عن موضوع الاوت لاين الشارب و125 مايكرون والكلام دوت ده. اوكي بعد كده لما جه يقول بقى ده هو عمل له بس جريدنج، ده عمل جريدنج يعني مثلا من جريد زيرو، لما من جريد زيرو انه هامريج، هو بيحط الهامريج والمايكرو انيوريزم مع بعض، وجريد واحد كويشنبل هامريج اند اور مايكرو انيوريزم يعني هو مش متاكد، جريد ثلاثه هامريج اولي واحده او اثنين، وجريد اربعه ثلاثه و وان مايكرو انيوريزم اولي، جريد اربعه تو اور مور مايكرو انيوريزم اولي، خمسه وان اور مور هامريج اند وان اور مور مايكرو انيوريزم، جريد ثمانيه كانت جريد يعني في كتير او poor quality من الايمج. بصوا هو انت مش مطالب انك تقعد تحفظ، احنا ما بنعملش جريدنج قوي كده، احنا بناخدها طبعا بالوايم، بس هبقول لكم ده هو ده الستاندرد، وهو برضو ما بيعملش الجريدنج دوت كده بعينه، هو بيعمله بعدسه 15 اكس، يعني هو بياخد ستور عنده كل ستور كده بيحطها قدامه ويقعد يبص عليها ويعمل جريدنج، فده حاجه تانية يعني حاجه شويه سو كومبلكس عن كلينيكال براكتس، بس انا بكلمكم على اساس ان دوت ايفيدنس بيسد ميديسن. هو لما جه خد بقى الستور هو استخدم حاجه اسمها ستاندرد فوتوغراف، عنده ثلاث صور عشان يبص عليهم على الهامج والمايكرو انيوريزم 1 و2A و2B فور كومباريزون. سيبكم من الجريدنج سيستم، تعالوا نبص على الصور عشان هو كينسكي كاتب 2A وكاتب الحاجات دي كلها. ادي الستاندرد فوتوغراف 1 يعني ايه؟ ان هو يشوف يا اما هامج يا اما مايكرو انيوريزمس ودروزن، بس مايلدست مايلد حاجات لا تذكر، لو زادوا شويه وبقوا انترميديت خلاص ده سماعه 2A. واخدين بالكم ان هو بيحاول يشوف فين؟ بيحاول يشوف في يعني هنا دوت بيحاول يشوف في البوستيرير بول، يعني اهو ده البوستيرير، ده البوستيرير بول، هنا بيشوف في البوستيرير بول بس شايف فوق شويه، يعني كان تقريبا دي الفيلد رقم 4 والناحيه دي هنا هيبقى ده الفيلد رقم 6، يعني سوبرو تيمبرال مع سوبرو نيزل، هنا برده سوبرو تيمبرال وسوبرو نيزل، ويمكن في انفرو تيمبرال وفي بتاعه الماكلا، فجاب يجي 4 فيلدز، دي بقى 3 بي بقت بقى سيفير، ده سيفير لما شاف بقى بالعدسه الاكس عشان يعد بقى والحاجات دي ويعمل الجريدنج سيستم، حط حته مكبره على جريد 1، يعني شايفين جريد 1 اللي باينه يجي 3 4 5 او مش يعني النقط لا تذكر، شوفوا لما استخدم العدسه اللي هي ال 15 اكس شايفين بان ايه المنظر، المنظر اختلف تماما، فدوت وبعد ذلك اعتبر ده مايلد خلاص، وده السيفير بتاعه ودوت الانترميديت، فلما اجي يقول لك 2 ايه يقصد بيها انترميديت خلاص، عشان الكلمه دي هتتقال في كاسكي، انترميديت ايه؟ انترميديت هامورج ومايكرو انيوريزمس، وممكن احيانا يبان شويه دروزن خلاص، نفس الكلام ده 2B، 2B ده بقى السيفير فورم بتاعها. لما نيجي مثلا في برضو اللي هتلاقوه تاني دوت ده هيتكلم مثلا عن الدروزن، بس لو خد اللي هي مديها ارقام 20 21، هو ده مرقم هو عنده كده في البوستيرو بول، بس بياخد بيفوكس كده على البوستيرو بول، مش مخلي العين يبص لتحت ولا لفوق، وبيجيب السوبرو تيمبرال، لو لاحظتوا هنا العين باصص شويه لتحت عشان يجيب السوبرو تيمبرال بتاعه خلاص، يعني هو ماشي مع الاركيد عشان يشوف المايكرو انيوريزم والدوت هامرج، لكن لما بيجي في يصور الدروزن بيخلي العين باصص قدامه على طول ستريت فورورد عشان يصور بوستيرو بول في النص، وحسب السيفيرتي قسمها برده ال 20 ال 20 21، هنا ما قالش اي وبي خلاص، وفي برده اللي هو 3 ده الستاندرد، يبقى كل ليجا ليه ستاندرد اللي هو المايلد فورم، وبعد كده ليه المودريت فورم او الانترميديت فورم والسيفير فورم، يعني هنا في ده ال A1 و 2A و 2B، هنا قال 3 و سوري 3 و 20 و 21. نيجي بقى اللي هي بتاعه ايه، هي دي مش مهمه، انا عايزه اوريكم الاهم، لان اوكي كده السوفت دروزن او ده مش بيجي في ال مش بيجي في ال في الجريدنج سيستم، بس يعني ده مديها رقم 8 اي، عايزه اوريكم مثلا الارما، الارما ماشي، ناخد الارما اهو، شايفين بيبص على الصور ازاي، مش بيبص بعينيه، يعني الحته دي خد لها التكبير دوت، شايفين الارما بانت جدا واضحه ما فيهاش مجال للشك، مش محتاج يعمل فلوسين، ودي صور ريت فري يا جماعه خلاص. ستاندرد فوتوغراف دي 8 بي، ومور دوت المور سيفير ارما، دي بقى السيجنيفيكانت في السيفير دايابيتيك ريتينوباثي،
هنا دي اللي هي ست ايه دي بيشوف بيها الفينس بيتنج خلاص، برضو بيخلي العين يبص في اتجاه بحيث انه يركز على الفينس بيتنج. يبقى 6 ايه بتاعت الفينس و8 بي بتاعت الارما، ودي الستة بي بقى اللي هي مور سيفير بيدنج. يبقى نفتكر ان الستة 2 دي كانت مايكرو انيوريزم وهارد اوكسيديت، 20 21 سوري مايكرو انيوريزم ودوت هيموريج، 20 21 كانت بتاعه الهارد اكزوديت، والسته سواء اي او بي فينس بيدنج، والثمانيه طبعا بتاعه الارما السيجنيفيكانت، عشان في 8 اي طبعا مش نون سيجنيفيكانت ارما من عليها مودريت. ناقص هيبقى ناقص لي ايه بقى؟ نيو فيزلز. نيو فيزلز في منهم اللي هم elsewhere خلاص، دي اللي هي انا بس عايزه اقول لكم عايزه اقول لكم اللي في كينسكي، لان هو بيحب الصوره دي اللي هي 10 اي، بس مش عارفه هي مش موجوده هنا، لا بيجيبها على الديسك اهي 10 اي. 10 اي ده ستاندرد فوتوغراف اللي هو بيصور بيه الام في دي خلاص، وبيعتمد فيه ان يشوف السايز بتاعه، بيشوف طبعا قلنا 1 ثيرد اريا 1 ثيرد اريا. وفي 10 سي ده طبعا لو بقت سيفير اللي هو بقى اكستند اكتر من 1.5 2.5. خلي بالكم من الحاجات برضو اللي بيحبوا يفرقوا فيها نيو فيزلز بس مش مكانها دلوقتي، ده 10 بي طبعا ده المودريت، يعني ده عايز يقول ده المايلد 10 اي بس هيبقى يعتبر سيجنيفيكانت، ده مودريت خلاص يعني، وده السيفير اللي هو 10 سي. هو بس كفايه كده عشان ما نبقاش طولنا في الجريدنج سيستم ده، لان هو ملوش كلينيكال ابلكيشن قوي، بس هو عشان بيتقال هتقروه، فلما تقروه تبقوا فاهمين الكلمات دي جت منين. احنا الهدف من السلسله ان كانسكي ميد ايزي. طيب نيجي بقى للنام بريفت دايابيتيك روتينوباثي، ده احنا قلنا ان انا عندي هفحص الفندس وهعمل الجريدنج بتاعي بقى خلاص، ان ده كلينيكال ريفيو، يعني ده كلينيكال ريفيو مع الايفيدنس اللي هو كان بيقولوا من شويه. لو نو ديابيتك روتينوباثي بس هو عيان ديابيتك خلاص، ده خلاص يجي في الريفيو بتاعه اللي هو كل 12 مانث اللي هو كل سنه. طيب لو فيري مايلد نون بي دي ار اللي هو لسه انا في المايكرو انيوريزمس قولي زي ما كنا شايفينها كده على ستاندرد فوتوجراف 1 خلاص، لا ده برده يجي لي كل 12 مانث مفيش مشاكل، الا لو حصل تدهور لا هنبه عليه برده، لازم اديله اي عيان ديابيتك لازم اديله alarming signs اللي changes بتاعه الدايبيتس اون ذا اي ايا كانت، لانه احيانا عيانين الدايبيتك بيبقى تحس انه كنترول ويجي لك فجاه متدهور، ومثلا بسيفير باثولوجي في عينه ايا كان بقى الباثولوجي على انه ليفل. طيب المايلد بقى نام بي تي ار او نام بريفتيف خلاص، يعني انا بصراحه بعتبر الفيري مايلد والنام والمايلد هم حاجه واحده، بس هم قسموا على اساس لو في شله مايكرو انيوريزمس قولي واحنا طبعا عرفنا هنفرق بين الدوت هيمج ومايكرو انيوريزمس ازاي، دي قلناها في الجزء اللي فات. هيقولوا فيري مايلد، والمايلد اللي هو بس ايه يعني مايكرو انيوريزم مع دوت هيموريدج، ممكن كوتون وول سبوتس، شايفين كوتون وول سبوتس ظهرت فين؟ مش من جريدنج السيفيرتي مع انها تعني اسكيميا، قلنا عشان هي ممكن تبقى حته تفك الاسكيميا وتعدي. وكوتون وول سبوتس بس تعرفها هنا انها كوتون وول سبوتس صغيره اللي هي اب تو ليفل اوف مودريت نام بوليفتيف، يعني ما تعديش الليفل بتاع النام بوليفتيف دايابيتيك روتينوباثي، وما عندهوش اي ارم ولا اي سيجنيفيكانت بيدنج، يعني كل ما في الامر عنده هيموريدج ومايكرو انيوريزم. ممكن يبقى فيه كوتون وول سبوتس صغيره ممكن، ومع ذلك انا لسه مايل نام بوليفتيف دايابيتيك روتينوباثي. العيان ده هقول له تعالى كل 6 ل 12 مانث حسب بقى، يعني انت فاشن اكوردنج للعيان بتاعك، هو بقى عنده كومبلينس، هو كنترولد، هو عنده ريسك فاكتورز تانية، يعني في كذا حاجه انت بقى تتريت، ودي هتتعلمها من السينيور بتاعك اكتر من انها قرايه كتب. يعني المودريت نام بوليفتيف دايابيتيك روتينوباثي انا بحب دايما وانا بذاكر الدايابيتيك روتينوباثي اقول السيفير الاول وارجع للمودريت، لان السيفير هو في كرايتيريا واضحه جدا اللي هي 421 او 421 رول اللي كلنا حافظينها والسينيورز بيحفظوها لنا، ان انا في كل الاربع كوادرنت الاقي هيموريدج، وهنتكلم دلوقتي عن ايه سيفير هيموريدج خلاص، ان هو انا الاقي في الصوره اللي هي 2A دي اللي كان جايب فيها الفيلد بتاع، فاكرين الفيلد بتاع السوبرو تيمبرال والسوبرو نيزل، الاقي اكتر
اكتر من 20 نقطه هيموريدج خلاص، وبتبقى بس مش نقطه صغيره. طب وانا عند في الشبكيه هعرف اعد؟ ما احنا قلنا بقى العيان المفروض يتصور الصح، يعني المفروض يتصور وانت تمسك عدسه مكبره 15 اكس وتبص على الهيموريدج دوت، هتعتبره سيفير ولا نون سيفير؟ اقل من الستاندرد ده من السيفيريتي خلاص هيبقى مودريت، يبقى ممكن يبقى عندي هامريج في الاربع كوادرنت بس مش سيفير. موضوع اعرف هو سيفير ولا نون سيفير، ارجع بقى للتعريف دوت اللي هو الستاندرد فوتوغراف 2A اللي انا لسه موريها لكم حالا، ان يكون فيها 20 ميديوم لارج بير كوادرنت في كل كوادرنت، يعني اللي هو صور فيه تو فيلد بمعنى اصح اللي هو ستوبرو تمبرال، اعد الاقي اكتر 20 فما فوق في 2A ستاندرد فوتوغراف 2A. وفهمنا 2A دي جت منين؟ دي الفوتوغرافس بتاعت الاي تي دي ار اس. اقل من ال 20 في الكوادرنت هعتبره برضو ريتينال هيموريدج بس ما وصلش للسيفير كرايتيريا، هيبقى مودريت كرايتيريا خلاص. يعني او لو هو سيفير يعني اكتر من 20 بس في واحد لثلاثه كوادرنت، ما وصلش الاربع كوادرنت، بس هو صعب قوي انك تلاقيه في ثلاثه كوادرنت، وغالبا احنا بنشوف اقل من 20 في الاربع كوادرنت. طيب السيفير تاني، يبقى دي الرول اربعه، يبقى اربع كوادرنت فيهم سيفير هامريدج خلاص. وقلنا يعني ايه سيفير هامريدج؟ اتنين عندي سيجنيفيكانت فينس بيدنج ان تو اور مور كوادرنت. احنا كنا شايفين الفينس بيدنج فين؟ افتكروا كده معايا، شفناه في 6، شفناه في 6، والارما شفناها في 8، ولا الارما كانت في شفنا الفينس بيدنج في 6، 6 A و 6 B، والارما شفناها في 8 خلاص الفوتوغراف. هنا بقى واحد اخر حاجة هي الارما، الارما سيجنيفيكانت اللي هي بقى تبقى 8 B مش 8 A، عشان 8 A هتبقى هي الارما النون سيجنيفيكانت خلاص، اللي هي can be present in no more than one quadrant، صغيرة وفي quadrant واحد كده في حتة واحدة بس لوحدها، دي هعتبرها non sorry اللي هي هعتبرها قصدي mild arm، هعتبرها mild arm. يبقى 4-2-1 الأقل منهم هو يعتبر المودريت، وغالبا المودريت ده بيبقى معاه cotton wool spots اكتر بقى من الليفل الموجود في المايلد. اوكي كوملي بريزنت. طيب العيان بتاع المودريت احنا خلاص اتفقنا الفيري مايلد والمايلد غالبا يعني كل 12 شهر او 6 ل 12. هنا المودريت في ناس بتقول 6 وفي ناس بتقول لك لا اقلل عن 6، بس هو ما تقل يعني ما تطولش المده عليه اكتر من 6 شهور، لان هو ده بدايه الريسك ان يتحول للبروجكتيف دايابيتيك ريتينوباثي. ليه بدايه الريسك يا جماعه؟ ما احنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في ان انا عندي فينس بيدنج بس صح ما عداش ال 2 كوادرنت، هو لسه 1 كوادرنت، عنده ارما لسه صغيره بس ممكن يعني دي علامه ان هو في اسكيميا، عنده كوتر وول سبوتس اكستنسيف، عنده برده سيفير ريتينال هيموج في 3 كوادرنت، فهو يعني فاضل له حته صغيره ويبقى سيفير تايب. اوكي فهو ان ريسك فور اسكيميا، يعني هو اوريدي في ساينز اوف اسكيميا، مش ريسك اوف اسكيميا، يعني هو في ساينز اوف ذا اسكيميا، الفينس بيدنج والسيفير هامريدج والكوتن وول سبوتس والمايلد ارما دي كلها طبعا ساينز اوف ذا اسكيميا. فالعيان دوت الستاتس بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان عندك 26% هيتحول هاي ريسك بي دي ار، في 8% سوري 26% منهم كل سنة هيتحولوا البروفتيف دايابيتيك ريتينوباثي، و 8% منهم كل سنة هيتحولوا للتايب اللي هو الهاي ريسك يعني. طيب السيفير فورم قالك لا ده من 2 يعني هو في كتب بتقول من 2 ل 4 مانثز، والبي تي ار ريسك بتاعه 50% على طول، ويعني تقريبا هنا دبل، هنا شايفين دي 26 50 يعتبر دبلها، وهنا 8 تعتبر ال 15 الدبل على طول، فاحفظ الارقام بالدبلنج بتاعها كده على طول. الفيري سيفير بقى لو هنا لو في عندي 2 على الاقل او بور من الكرايتيريا دول او كلهم موجودين مع بعض، فده فيري سيفير برده هيتابع من 2 ل 3 مانث، ودوت ده يعني هو ده اصلا بيعتبر خلاص انا داخل في البروفيتف ستيج. فانا بقول بقى هو نصه هنا كان ايه 50% في السيفير بيتحول لبي دي ار لبي دي ار بس مش هاي ريسك، 15% الهاي ريسك، لا ده بقى يعتبر نصه 45% الهاي ريسك على طول within one year، فده عينك عليه حتى لو تقدر تجيبه كل شهر. حتى بعد كده هنعرف ان في ناس اصلا اوريدي بيعملوه على انه هاي ريسك لانه عنده بوسيبيلتي كام، ده 50% انه تحول مش بي دي ار عاديه، هاي ريسك بي دي ار. ففي ناس او في اوثرز وبجد ورايهم يحترم بيقول لك لا ما تستناش اصلا ان هو يبقى هاي ريسك بي دي ار، اعمل له بقى الـ بريفرال
بي ار بي او اللي هو البان ريتينال فوتوكوجليشن، يعني يعالجه، خصوصا بقى في المجتمعات العربيه اللي ما فيهاش كومبلينس وما فيهاش بقى وعي طبي كفايه، لا ساعتها معلش العيان ده خلي بالك منه. طيب البروفيتيف دايابيتك بقى هقسمهم اللي هم النون ريسك والهاي ريسك، وبعد كده في الادفانسد دايابيتك اي ديزيز ده انتيتي لوحده، هو هنا حطه طبعا تحت البروفيتيف بس هو المفروض هو انتيتي لوحده. الهاي ريسك هو اللي هقول الاول قبل ما اقول اللو ريسك، لان هو اي حاجه خلافه هتبقى هي اللو ريسك او المايلد ريسك. احنا قلنا انا قلته غالبا في الشرح من صور الام في دي على في 10 ايه طبعا فوتوغراف لما يكون اباوت تلت الديسك مش محتاجه يكون معايا هيموريدج، ممكن اكون اقل من السايز ده لو معايا فيتريس هيموريدج هحترمه، بس كده الام في دي احنا قلنا اصلا قابل اي حته صغيره قبل الهيموريدج، والام في اي لازم يكون جريتر ذان نص ديسك اريا ومع فيتريس هيموريدج، او شرحت الكلام دوت ليه ده على طول يروح اوضه الليزر النهارده او بكره بالكتير ويعمل طبعا بي ار بي. حتى لو عنده ماكلر اديما هنتريت، يعني حتى لو عنده ماكلر اديما ممكن اعملهم تو سيشنز، ممكن يعني احقنه في خلال اسبوع اعمل، يعني الموضوع ده بيبقى انديفيدوال تريشنز يعني. خلاص اللو ريسك دول بقى اكوردنج الماكلة فيها ايه هعمل له، بس هو كده يعمل بي ار بي. ده الحاجات الاقل من كده، يعني مثلا عندي ام في دي اقل من تلت الديسك ده مثلا ومعهوش هيموريج، وام في وام في اي وما معهوش هيموريج حتى لو السايز كبير. طيب احنا بقى لما بنتكلم دول في ناس على فكره احيانا بتسيب المايلد المودريت بي دي ار من غير ليزر، بس هو يستحسن طبعا، وهو كاتبها اهو تريتمنت كونسيدرد اكوردنج تو سيفيرتي اوف ساينس ستابيليتي سيستميك فاكتور اند بيشنت بيرسونال سيركمستانسز ساتش از ريابيليتي اوف اتندنس، يعني كومبلينس فور ريفيو اف نوت تريتد. لو انت هتسيبه نوت تريتد لان هو مش انديجيشن ارجنت تريتمنت، اعمل له ريفيو اب تو 2 مانثس. اوكي طيب ايه الريسك انه يحصل بقى سيفير فيجوال لوس نتيجه الفيتريس هيمج؟ ما الفيتريس هيمج ده مش حاجه لطيفه، وخصوصا في تايب 1 لان هم بيبقى لايبل للبرفيشن والتراكشن ريتن اتاتشمنت تايب 1 دايابيتس. يعني هو بيقول ان السيفير ام في دي، يعني ايه سيفير ام في دي؟ احنا عرفناه ان هم الهاي ريسك ده عنده ريسك انه يحصل فيجوال لوس 37% انيوال كل سنه، والسيفير ام في اي عنده ريسك انه يحصل له 30% ام في اي دوت 30%. يبقى ده اختارهم الام في دي. قال لك المايلد ام في دي، الام في دي هو خطر حتى لو كان مايلد برضو استيل عنده الريسك اوف فيجوال لوس 26%. ما تكلمش بقى على المايلد ام في اي، الحته دي مش كنسكي بس بتيجي اسئله في الام سي كيو. انا ان شاء الله المره الجايه هبتدي معاكم بالتريتمنت، انا عارفه ان انا طولت عليكم، بس عايزه اقول لكم حاجه بقى، الانفستيجيشن اعمل العيان بتاعي فلوسين ولا لا؟ احنا قلنا دلوقتي الانديكيشن للفلوسين وده كلام الامريكان اكاديمي، بعمل ما فيش حاجه اسمها انا بعمله ميديكال ليجل، لا ما فيش كده في الافيدنس بيزد ميديسن، الا بقى لو دول القضاء فيها مش بيكونسيدر الحاجات دي، بس انا لو بنتكلم ك وورلد وايد ما فيش حاجه اسمها ميديكال ليجل قبل ما اعمل بي ار بي مثلا، لا خالص، الا لو كنت ناوي تعمل تارجتد بي ار بي، ودي موجودة في أجهزة دلوقتي اسمها نافكس وحاجات جديدة بس هي مش موجودة في مصر. لكن الانديكيشن للفلوسين في عيان الديابيتك كاروتينوباسي، اولا لو انت شاكك في 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 ليجن مش متاكد فانت هتعمله، لانه احيانا الليجن ده هيفرق معاك في الجريدنج وبالتالي في المانجمنت، واشهر حاجه طبعا الام في اي والام في دي، والارلي الام في دي هتشك معاها مع الاوتوسيلري شنت، والام في اي هتشك معاها مع الارما. طيب طبعا في دول نون ليكينج وليكينج، خلاص دي اهم ساين في الفلوسين. هعمل فلوسين تاني لو انا بعد ما عملت الليزر وما يعني خصوصا اللي هو احيانا اللي هو سب ثريشولد الجديد دوت ما بيبقاش باين، مبيبقاش باين الرياكشن ومش عارفه ومش باين قوي الساينز بتاعت ان الريتنا بتمبروف، هبتدي اشوف انا بيحصل كونفوليوشن عندي ولا ما بيحصلش. هعمل الليزر لو عيان بور ريسبوندر، وهعمل له سوري الفلوسين لو عيان بور ريسبوندر عشان اتاكد ان مفيش اريز اوف كابيلاري دروب اوت انا مش واخده بالي منها. هعمل الفلوسين برضو لو العيان نون كورليتنج فيجوال اكوتي مع الماكولار اديما، هنا عشان تشخص الاسكيميك ماكيولوباسي او الاسكيميك ماكولار اديما او الكومباين
بلايند ستايل، يمكن دي اشهر انديكيشن للفلوريسين. اذروايز مش بنحب نعمل فلوريسين كروتين. الاو سي تي طبعا دلوقتي من الحاجات اللطيفه جدا اللي بنعتمد عليها في الماكيولر دايابيتيك ماكلوبسي، لكن ما ينفعش طبعا في البريفيرال دايابيتيك ريتينوبسي، مش هيديني كلو قوي. لكن دلوقتي طبعا الاجهزه الجديده اللي فيها او سي تي انجيو، الله امال هو لو العيان هيريفيو هيجي لي كل 12 شهر ولا كل 6 شهور المفروض اعمله ايه؟ هتعمل له حضرتك فاندوس وهتريفيو سيستميك اليمنت عنده برضو، لان احنا قلنا الهيموجلوبين اي 1 سي والكوليسترولز والحاجات اللي ليفت بروفايل والبلاد بريشرز اللي قلنا لازم نكيب تحت ال 140 80، كل الحاجات دي مهمه جدا. خلاص، ولو في ميل هي بريجننت ولا مش بريجننت. والحاجه الثانيه هتشوف المفروض يعني اكون الاي تي دي ار اس واللي هاوس موديفيكيشن دي، انك تعمله فوتوغرافي عشان سواء هتري جريد تاني ولا لا. خلاص طيب.